اجي هذوك صحابات البيوتي وصحابات الروتين الصباحي المسائي النهاري الحداشي الطناشي مالناش كاين كاين اش واقع شنو كاين غسمعتوا الفلوس كاينين في يوتيوب وليتوا باغي ديروا اي حاجه ويلي عيقتوا نتوما كاع كنا واحدين مع سينا وصار يكولوا الطبقه ولا تخرجتوا لنا نتوما ما عرفناكم منين جيتوا جاهلين ما عادش باغي ديروا اي حاجه باش تاخذوا الفلوس بشويه عليكم بشويه عليكم وحده شاده الكاميرا مقاوده مع القاعده الجويه ديالها صفينا نيتنا تاع عينا ما عرفناكش اش باغي ديري قولي لنا النيشانه اش باغا حنا معاك ما كاين حتى مشكل والعنوان ما تبقايش تكتبي فيه شاهد روتين دار ماشي روتيني اليومي راه روتيني الاباحي لا كتبي شاهد مؤخرتي حقا والواد انا ما كنستهدفش الجمهور المغربي كنستهدف الجمهور الخليجي واختي ساهله ما كاين حتى مشكل كونتر الامارات وتلاقاي معهم تيفاز دخلي فيهم ديريكت كاع انت الاخرى حتى هي خرجت لينا قالت لك حقا البنات اللي فيكم حب الشباب ديروا الماني ديال الراجل ايوا اللي مرا مجوجه قلنا ما كاين باس واللي ما مجوجاش كي غدير ليه ودوك البنات اللي عندهم 14 15 17 عام كي غيديروا ليه شرحي لنا العالمه قولي لنا شنو باش نعرفوا المصادر وعاد حتى هي خارجه لنا قالت لك حقا واش عرفتي علاش ما كندير السوتيامات وانا مالي دير السوتيامات ولا ما ديرهمش الا خرجت الزرقاء عريانه كاع انا ما يشغلني فيك انايا انا مالي ودوك صحابات البيوتي حتى هما كتجي لابسه شوميز ثلاث ارباع القفص الصدري باينه وكتحضر بحال هكا وتدلو تقول لهم البنات الا بغيتي دير هاي يعني غينا هاي لاينيغ هادو راه اغراءات جنسيه هادو راه ماشي هاي لاينيغ ولا هاي بابيغ او عيقتو كاع كثرتو زدتو فيه بزاف كاع ما دوك صحابات الوصفات راه صافي الدكاتره راه ولاو مربعين يديهم وكينشوف الدبان ما بقاو عارفين ما يديروا غلبتو عليهم لتحصلين على بشره جميله ديري الكبريت والشندقوره وزغب الفارليتيم وديري عليهم الماء القاطع وخلطيهم كاملين وطلعي بالوجهك انا بعدا راه وليت مخلوع شي نهار شي وحده غدير الكاميرا في بيت نعاس وغتقول لك شاهد ليله الدخول صافي طلعوا الجينيريك بشمس العشيه سالينا والحمد لله ونشكرو ونحمدك يا ربي ونشكروك ما كيفهموش اللغه ديالنا وتخيل معايا دابا جينيفر لوبيز كتفرج في اليوتيوب المغربي وغتخرج ليها وحده وغتقول ليها الا بغيتي راجلك يبقى عندك حرقي ليه الشرويطه غدعينا للامم المتحده ومن طبيعه الحال كاينين بنات نقيين كيديروا الروتين وكيديروا داكشي ديال الوصفات وكيديروا داكشي ديال الطبخ لوزا عزوز ولكن هادو اخويا راه ما عرفتهمش مني خرجوا الكمار على شي حشمه ما كايناش المهم من هادشي كامل يوتيوب واحد المنصه مفتوحه للجميع ومن حق اي واحد يدير فيها فيديو ولكن خصكم تعرفوا ان راه وسط من داك الجمهور اللي كيتبعكم راه كاينين دراري صغار وهاد الافكار اللي نتوما كتروجوا ليها ما كتعرفوش العواقب ديالها علاش لانكم نتوما مكونسونطرين غير على الفلوس جايين باغيين تصوروا الفلوس وما كيهمكمش اش كيوقع وهداك تعمار الهضره ديال تشدي البنات حقا الا باش تشدي بالركابي ديري ليه وفعلي ليه وتركي ليه كتركبوا في البنات واحد العقليه حنا كنحاربوها من شحال هادي وما بغيناهاش ترسخ في المجتمع المغربي وانتوما كتزيدوا ترسخوا هذيك الصوره البنت تبقى تسنى في الراجل ما دير حتى شي حاجه لا قرايه لا خدمه لا حتى شي حاجه وتسنى غير في الراجل ومنين يجي خاصها تبقى تدك فيه وتعلف فيه وتعطيه في المرض وتعطيه في التوكال وتعطيه في المصائب الكحله باش يبقى حداها حنا كنقولوا لا البنت خاصها تمشي تقرا خاصها تمشي تعلم واحد الصنعه نهار يجي العريس مرحبا داكشي اللي بغينا ولكن الا ما جابش الله على الاقل تلقى راسها قاده انها تصرف على راسها وتخدم ودير شي حاجه لان عندها صنعه وعندها حرفه وعندها مستوى دراسي اللي كيأهلها انها تمشي تاخذ اي منصب ديال العمل نصيحه لكم كاملين طبيعة الحال غنعاود نقولها ما كنهضرش على البنات كاملين اللي كيديروا البيوتي وكيديروا الوصفات وكيديروا الطبخ انا كنوجه كلامي لدخياتي اللي انا عارف اني كنهضر عليهم حنا كبار وبالغين وعارفينكم فين باغيين توصلوا ولكن كاينين دراري صغار ما كيقدروش يستوعبوا داكشي وكتفسدوا لهم الاخلاق ديالهم والتربيه ديالهم تخرجوا لنا واحد الجيل اللي ما عنده لا اساس لا مذهب لا دين لا ملة صبرنا عليكم بزاف ولكن عيقتو وغنخلي لكم واحد الكلمة ربما تخليكم تراجعوا نفوسكم واحد شوية واحد النهار غادي يجي وغادا تموتي ومني غتموتي هاد الفيديوهات ديالك غادي يبقاو في الويب واخا تمسحيهم كاينين ناس اخرين غادي يسجلوهم وغيحتفظوا بهم وتخيلي راسك ولادك ولا ولاد ولادك مني غادي يكبروا غيلقاو امهم ولا جداهم ولا جدة جداهم بهادشي اللي كديري به اليوم وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم يموت ابن ادم وينقطع عمله الا من ثلاث منهم عمل صالح ينتفع به انتم مش من عمل صالح خليته السلام عليكم